قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، نصبح على دينا، اطمنا على حالة الطقس، وكمان نشوف أحوال الشوارع إيه، وكمان هيكون معاها أسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير محمد. صباح الخير يا جمانة. طبعا دلوقتي خلينا نستعرض مع حضراتكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة. شارع رمسيس بيشهد كثافات بسيطة وغير مؤثرة، وده كمان من امتداد الشارع لحد محطة غمرة بتظهر سيولة مرية، ومن غمرة لمدينة نصر بتشهد بعض الشوارع كثافات مرية، لكن الكورنيش القادم من مظلات في سيولة مرية نسبية حتى منطقة وسط البلد، واللي مكمل مع الكورنيش حتى المعادي وحلوان في كثافة سيولة مرية، لكن كمان اللي على الأسترات في سيولة مرورية نسبية بتزيد بعد شوية للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك الأمر في بعض الكثافات البسيطة. أما مطلع المقطم للمتجه إلى محور صلاح سالم مغلق لمدة 3 شهور، ده من معرفة الإدارة العامة للمرور، وده تزامنا مع تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير لطريق الصاعد لمناطق المقطم بدءا من محور صلاح سالم والاوتوستراد وصولا الى ميدان الفاروق ذهابا وايابا، ده لمده هتنتهي منتصف اغسطس القادم. كوبري اكتوبر يشهد كثافات مروريه للسيارات امام القادم من الجيزه باتجاه مناطق وسط البلد، واللي مكمل فيه بعض الكثافات قبل نزله غمره. ناخد بالنا ان لسه الغلق الكلي لشارع يوسف عباس في وصله من شارع عبد العزيز الشناوي حتى شارع علي امين في الاتجاهين، وده حتى نهايه الشهر اللي جاي، وبرده تم اجراء بعض التحويلات المروريه. نكمل جولتنا بشوارع الجيزة، وتحديدا من شارع فيصل اللي بيشهد كثافات مرورية ملحوظة جدا. هنفضل ماشيين لحد ما نوصل ميدان الجيزة، هنلاقي هناك بعض الكثافات هتقل بشكل كبير جدا لحد ما هنلاحظ وجود سيولة مرورية، وفي الدقي بتشهد الطرق هناك سيولة مرورية، وبتظهر كثافات كبيرة على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لكوبري ثروت لحد شارع أحمد زويل، وهناك هتكون في بعض الكثافات. هناخد بالنا انه تم اجراء غلق كلي لمطلع طريق الدائري تنفيذا لاعمال توسعه لمطلع الطريق الدائري القادم من شارع ربيع الجيزي، واللي مؤدي الى مناطق المريوطيه وربطه مع توسعه الطريق الدائري المستحدثه. محافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، زي ما احنا شايفين هنلاقي ان في بعض الكثافات موجودة عند شارع خالد بن الوليد في منطقة ميامي، كمان في سيولة مرية نسبية في المنطقة المحيطة بكوبري ستالي، وكمان في كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرية نسبية. مكملين جولتنا مرية، هنروح مدينة أسوان وهنتابع الحالة المرية هناك. هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة، واللي بيشهد سيولة مرية على طول الشارع. هنلاحظ إن في كثافة مرورية لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. حاولنا ناخد حضراتكم في جوله سريعه عن احوال المرور، تعالوا بقى نتابع مع بعض اسعار صرف العملات الرسميه النهارده، وهنبدا من الدولار الامريكي. سعر البيع 18 جنيه و30 قرش، سعر الشراء 18 جنيه 22 قرش، اليورو 19 جنيه 34 قرش للبيع، 19 جنيه 24 قرش للشراء، الجنيه الاسترليني 22 جنيه 86 قرش للبيع، 22 جنيه 75 قرش للشراء، فرانك سويسي 18 جنيه 77 قرش للبيع، 18 جنيه 68 قرش للشراء، اليوان الصيني 2 جنيه 73 قرش للبيع، 2 جنيه 72 قرش للشراء، الريال السعودي 4 جنيه 88 قرش للبيع، 4 جنيه 85 قرش للشراء، الدينار الكويتي 59 جنيه 79 قرش للبيع، 59 جنيه 49 قرش للشراء، الدرهم الإماراتي 4 جنيه 98 قرش للبيع و 4 جنيه 96 قرش للشراء. أسعار الذهب النهاردة هنبدأ معاكم من عيار 18 اللي سجل 873 جنيه، عيار 21 1020 جنيه، عيار 24 1162 جنيه، وأخيراً جنيه الذهب وصل ل 8160 جنيه. خلوني أستعرض بقى دلوقتي مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهارده هيكون في ارتفاع في درجات الحراره على كافه الانحاء بقيم تتراوح من درجتين لـ4 درجات،
الجو هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لكن هتكون على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 36، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.